عساب حطكم وبختكم سيطرة مال الحسينية، يجي نقاب شرطي أول البارحة يحلف أهل اللوريات، يقولهم علي العباس اللي يحكي يا جاي ياخذون من عنده فلوس، عمك لها فلوس كفيلك العباس، جندب خربط يوقف السيطرة ماخذ له شريط حبوب يريد له 60 ورقة على السيارة مال حلال، أنا بحط من وبخذ من هذا الحلال الفطس، بحط من وبخذ من، هسه عندي خسارة أنا 50 مليون، الله أكبر عليكم. عم على صار له 4 أيام بالطريق، يجي من كركوك، من كركوك ويفوت هاي السيطرات كلها اللي اسمها سيطرة الحسينية. سيطرة الحسينية اللي ما تخلي الحلال يعبر. عم ناشد من؟ بعد ماكو واحد شريف، جاء كفيلك العباس ماكو واحد شريف. با الله لا يوفقكم ان شاء الله، هاك شوف. عم صار ايش كم يوم بالطريق؟ 4 أيام. صار ايش كم يوم بالطريق؟ 4 أيام والله 4 أيام. شنو يريدون السيارة؟ ايش كم ورقة؟ يريدون كل سيارة 30 ورقة. 30 ورقة من هذول؟ سيطرة الحسينية لو غيرهم؟ حسينية، طرفاية، كل السيطرة، كل المنفذ المفقد. كان يفوت الحلال من جندي خشمة هيك. هسه لا يشتم شم لأن بمليارات، بمليارات. هاك شوف شوف عمي بعد ذنب العالم. بعد العالم شنو ذنب؟ هاك شوف الفطيس. شنو ذنب العالم؟ على باب الله. ناس صاحبين عوائل. شنو ذنب هي؟ هاك شوف، هاك شوف، شوف، مع الفطيس باوع.